أهلا ومرحبا بكم. في هذا العدد سنتعلم كيفية شحن جوال فري فاير عن طريق الاي دي. كما تلاحظون نقوم بالدخول إلى هذا الموقع شوب تو جيم. ندخل إلى هذا الرابط، الرابط الأول كما تلاحظون. بعد الضغط على ذلك الرابط نقوم هنا بالضغط هنا على كلمة فري فاير. تستطيع التسجيل عن طريق الفيسبوك، لكن نحن سنقوم بالتسجيل عن طريق معرف اللاعب وهو الاي دي. نضغط عليه، نقوم بكتابة الاي دي هنا. يجب علينا حذف أي فراغ في حالة ما قمت بلصق الاي دي هنا. نضغط على تسجيل الدخول. هنا يظهر لي اسم حساب الشخص الذي سأقوم بالشحن له. نقوم هنا بإدخال طاقة الشحن هنا، سواء كانت 1 دولار، 2 دولار، 5 دولار، 10 دولار أو 20 دولار. نقوم بلصق البطاقة الأولى هنا، ثم أضغط هنا على تأكيد. تمت عملية الشحن بنجاح. تستطيع هنا إعادة تشغيل عملية الدفع، أو في حالة أردت الشحن لحساب آخر تقوم هنا بالضغط على هذا الخيار ثم الضغط على الخروج من الشاشة كما تلاحظون لكي تشحن لشخص آخر، لكن نحن سنقوم بتكرار العملية لنفس الحساب. أضغط على إعادة تشغيل عملية الدفع. نقوم بلصق الكود الثاني، أقوم بلصقه هنا، أضغط على تأكيد. كما تلاحظون تمت العملية بنجاح. أضغط مرة أخرى على إعادة تشغيل عملية الدفع. أضغط هنا، أضغط على تأكيد. كما تلاحظون عملية الشحن ناجحة. بعد الانتهاء من عملية الشحن تقوم بالضغط هنا على اسم الحساب ثم الضغط على الخروج من الشاشة. تستطيع هنا الدخول إلى حساب آخر كما تلاحظون. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. في حالة ما أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالة ما كنت غير مشترك في القناة ندعوك للاشتراك. شكرا لكم.